وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا من تعز رئيس لجنة الوساطة الأستاذ عبد الله نعمان. مرحبا بك سيد عبد الله. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. بأوامر من رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة ترأستها أنت، وتم الاتفاق على التهدئة وتسليم المؤسسات الأمنية التي سيطر عليها مسلحو أبو العباس. بعد ذلك ما الذي حدث؟ لماذا تم تفجير مقر مبنى الأمن السياسي، ومن يقف وراء التفجير؟ حتى هذه اللحظة طبعا ليست لدي أي معلومات مؤكدة عن الأسباب التفكير ولا طبعا عن الجهة التي تقف وراء، لكن الأمن السياسي حتى هذه اللحظة لا يزال بيد الجماعة المسلحة التابعة لأبو العباس. ومن الناحية القانونية طبعا الجماعة المسلحة التي في مقر الأمن السياسي هي مسؤولة كل ما يجري إلى أن يثبت العكس. نعم، أنتم في اللجنة كيف تعاملتم مع هذا التطور؟ نحن طبعا من الصباح الباكر نتابع الإخوة في اللجنة الأمنية لاستلام مقر الأمن السياسي ولمعرفة مكان التفجير و يعني تكليف جهة أمنية تقول رأيها في موضوع التفجير والتحقيق مع من هم الآن في مبنى الأمن السياسي، لكن مع الأسف يبدو ان اللجنه الامنيه ليست جاهزه للاستلام حتى هذه اللحظه. نعم، سيد عبد الله، لمصلحه من يتم تصعيد الاوضاع بين الفصائل المختلفه داخل المقاومه في تعز؟ اكيد لا يستفيد من عمليه التصعيد سوى الانقلابيين، نعم ابينا. المفترض طبعا على الفصائل ان تتعامل بقدر اكبر من العقلانيه، بقدر اكبر من ضبط النفس، بقدر تتحلى بالحكمه، تتغلب على خلافات السنويه وعلى بعض الاعمال التي تجرها لنزاعات فيما بينها من هنا او من هناك، لكن مع الاسف الشديد يبدو ان هناك من يحاول ان يحرف البوصله وان يفجر صراع داخل المدينه، وفي هذه الحاله لا يستفيد من اي صراع سوى الانقلابيين. نعم سيد عبد الله، هل ستنجح جهود لجنة الوساطة؟ لديها الإمكانيات لهذه اللجنة لنزع فتيل التوتر بين الأطراف الآن في المدينة، وهل هنالك تجاوب من هذه الأطراف لحل الإشكالية؟ هو الحقيقة لا يوجد أطراف، المسألة تمت طبعا بين بعض الأفراد المنفلتين الذين قاموا باختطاف الأخ رضوان كواتي التابع لرئيس اللجنة القضائية التابعة لأبو العباس، وطبعا هذا أدى إلى رد فعل عنيف وغير مبرر من قبل جماعة أبو العباس، أدى إلى اقتحام كثير من المقرات الأمنية. الأمر طبعا تم السيطرة عليه يوم أمس، وبحسب توجيهات الأخ الرئيس تم الاتفاق على أن تسلم المقرات التي تم اقتحامها وتعد الأسلحة والآليات التي تم الاستيلاء عليها، وأن طبعا هذا حصل بعد الإفراج عن الشخص عن الأخ رضوان الكواتي المختطف. نعم. وتم الاتفاق على أن يسلم الشخص المحتجز لدى أبو العباس للجنة الأمنية للتحقيق معه والتصرف وفقا للقانون، وأن تقوم اللجنة الأمنية بالقبض على الطرفين الشخصين الذين قاما باختطاف الاخ رضوان، ويسلم جهاز الامن السياسي يعني قصدي الحمايه الامنيه في الامن السياسي وقلعه القاهره لافراد تابعين للواء 35 مدفع. هذا الكلام تم بالتوافق التراضي، وكان يفترض ان نذهب صباح هذا اليوم لتسليم مقر الامن السياسي والقاهره، لكننا في حقيقه الامر لم نجد وجدنا ان اللجنه الامنيه ليست جاهزه لعمليه الاستلام. كما تم تكليف اللجنه الامنيه كما قلت بالقبض على الشخصين الذين قاما ستكلف لجنه التحقيق في الوقائع الجنائيه كافه التي تمت يوم امس، ونحن تقرير كامل لرئيس الجمهوريه. نعم، إذا رئيس لجنة الوساطة الأستاذ عبد الله نعمان كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك.